نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من بديت نقرأ القرآن الكريم ونتردد على المسجد ملي كان عمري 4 سنين مع أخواتي ومن ذاك الوقت لم أتركه ليومنا هذا والحمد لله. شاركت في عدة مسابقات منها ما أقيمت في الولاية أو خارج الولاية في الوطن. نلت المرتبة الثانية وطنيا في مسابقة أصغر مجود للقرآن الكريم بالجزائر العاصمة في 2016. مسابقات أخرى مثل مسابقة فتيان القرآن اللي نظمتها إذاعة الجزائر من ميلا بشراكة مع مديرية شؤون الدينية والأوقاف. نلتها المرتبة الأولى في طبعتها الأولى. كذلك مسابقة مزامير داود ومسابقة براعم القرآن اللي نظمها من مركز الثقافي الإسلامي فرع ميلا. أجمل الجوائز اللي تحصلت عليها عمرة لبيت الله الحرام. أما عن حلمي حابة نخرج إن شاء الله طبيبة مختصة في جراحة القلب. وفي مجال القرآن يبقى أول أحلامي ختم كتاب الله سبحانه وتعالى والعمل به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا صدق الله العظيم وإن شاء الله الشيء اللي مده لأساتذتي نعود نمده وننفع به وربي يوفقنا لما يحبه ويرضاه. القرآن زادني علما ورفعة وساعدني كثيرا في مجالي الدراسي فهو نور تتجلى فيه كل معاني الحياة. لدي هوايات أخرى مثل الإنشاد
بمختلف اللغات الأجنبية كالتركية والإنجليزية والفرنسية، كذلك اللغة العربية، الإنشاد الديني طبعاً. Ama maske beni kimse olacak sensin tük şare dertlerine gülahime de yapayalnız gecelerde anlamaz ki beni kimse olacak sensin tük şare dertlerine gülahime de نصيحتي لكل الناس اللي تسمع فيا، عليكم بالقرآن فهو يشفع ينفع ويرفع، وأن تحققوا أحلامكم مهما كانت الصعوبات، فبالإرادة نصنع المستحيل. Canım tenim gözlerine gülahime de القرآن أعطى وأضاف لحياتي نكهة وحلاوة ربما لا يملكها من لا يحمل القرآن في صدره، فالقرآن هو جنة وهداية وسعادة وسبيل نجاح ودرب أمان. كانت معكم دعاء بن عياش من ولاية ميلا.